أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع الثاني عشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم ما سنغطيه خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. بداية لابد أن نتعرف إلى هذا النص. يموت ببطء. سنتعرف من هو الذي سيموت ببطء ولماذا؟ يموت ببطء من لا يسافر، من لا يقرأ، من لا يسمع الموسيقى، من لا يعرف كيفية الاهتداء بفضل عينيه. يموت ببطء من يحطم كبرياءه، من لا يرغب في مساعدة أحد. يموت ببطء من يصبح عبدا للعادة، من يعاود كل يوم المسالك ذاتها، من لا يجازف أبدا بتغيير نمط ملابسه، أو لا يتحدث أبدا مع الغرباء. وكعادتنا عزيزي الطالب، سنتعرف إلى القائل وهو بابلو نيرودا، شاعر تشيلي من أشهر شعراء أمريكا اللاتينية. ترك نيرودا إنتاجاً أدبياً غزيراً ترجم إلى لغات عديدة، وقد حاز على جائزة نوبل للأدب في عام 71. هذه القصيدة عزيزي الطالب تتصف بالبساطة، وهنا بما هو معروف من شعره أيضاً. فهذه القصيدة قصيدة مترجمة ستخدم أمراً سنقوم به إن شاء الله. بعد أن نتعرف إلى مضمون النص ونحلله، سنبدأ بفهم المقروء وتحليله. في قول الشاعر: تبلسم القلوب الجريحة. معنى كلمة تبلسم حسب السياق هي تراقب، تشارك، تفارق، تداوي. أيضاً سنعرف ألفاظ في القصيدة تنتمي إلى حقلين دلاليين يعبران عن مفهومين متناقضين متعلقين بسعادة الإنسان أو شقائه. سنتعرف إلى خمسة ألفاظ تدل على السعادة وأخرى على الشقاء. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى ألفاظ تدل على عنصر الحركة وعنصر الصوت. بأمثلة: الصوت نريد مثالين، والحركة مثالين. من أقوال بابلو نيرودا أن الكتب التي تساعدك أكثر هي التي تجعلك تفكر أكثر، فالكتاب سفينة من الأفكار محمل بالحقيقة والجمال. سنبحث في هذه القصيدة عن العبارة التي تنسجم وهذا القول. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل من القصيدة ونستدل بعبارات منها تتفق ومضمون الأقوال العربية: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. هذا البيت للمتنبي، سنستخرج من القصيدة ما يوافق معناه: أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى التذوق والنقد. يقول الشاعر العباسي عبد الله بن المبارك التميمي: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. يتفق ابن مبارك مع نيرودا في وصف فئة من الناس تحمل قلوبا ميتة أو توشك على الموت. نريد أن نبين هذه الفكرة التي جمعت بينها، وأيضا سنبدي رأينا فيها. سيطرت الأفعال المضارعة على لغة القصيدة إلى أن الشاعر تحول إلى فعل الأمر في نهايتها. لما هذا التحول حسب رأيك؟ مبينا دلالة كل منها
في المعنى في نفسه. يقول نيرودا: يموت ببطء من يعاود كل يوم المسالك ذاتها. أفسر أثر استخدام صيغة الجمع في كلمة مسالك بدل من المفرد. لماذا هو لم يقل مسلك؟ أوضح دلالة الفعل يعاود وما يمكن أن يتركهم في أثر من أثر في المتلقي. أبين رأيي في المعنى المستخلص من قول الشاعر. هذا عرض سريع لما سنقوم بتناوله خلال الأسبوع 12. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأدب والخير.